قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرائحة، حلقة جديدة ومتميزة بعنوان الصلاة واستجابة الله. وقد أوضحت الحلقة أن استجابة الله تكون برحمته، وعدم استجابته تعود لحكمته ودرايته في المستقبل، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. كما تناولت في سياق الحوار النظرة الكنسية والكتابية في موضوع الصلاة حسب ما علمنا إياها يسوع. فإلى هناك. طبعا حلقتنا اليوم لماذا يستجيب الله إلى طلباتنا خلال مع صلاتنا وخلال دعائنا له. إحنا كل صلاة وكل بقداس في إلنا لائحة، وبعتبرها ليستة من الطلبات لربنا، يعني منحطها شرط، إحنا منصلي لك بدك تجي تستجيب لنا هذا الشيء. عنا 1، 2، 3، إن كان شغل وإن كان زواج وإن كان أولاد وإن كان مصاري وإن كان توفيق بوظيفة، أو يعني طلباتنا دائما كثيرة، والإنسان احتياجاته كثيرة، ومو غلط الإنسان يكون عنده هالاحتياجات هذه. لكن دعائنا لما نطلب أبونا بنفكر إنه ربنا رأسا، يعني كبسة زر، إحنا طلبنا وكبسة زر ربنا يستجيب، لأنه ربنا حكى إنه من يقرع أستجيب له، ما قال إنه من يقرع يستنى على الباب يستنى على الباب شوي، أو إنه أطلبوا تجدوا، يعني ما في نقطة أطلبوا نقطة تأشوف إمتى تأستجيب، بفكروا إنه أطلبوا تجدوا على السريع، ولما ما يستجيب ربنا للطلبات بيبعدوا عنه، ببطلوا يصلوا، ببطلوا يطلبوا. طلبات مستجابة أو غير مستجابة بترجع لربنا، إنه هو القادر، هو اللي بيشوف المناسب وبيعمله. نحن بصلاتنا دائما بنقول يا رب لتكن مشيئتك، فإحنا كيف نطلب من بالصلاة الربية كي لتكن مشيئتك، ولما بدنا إحنا مشيئتنا وربنا ما يمشيها، فمنقول إنه ربنا وينك أنت؟ بالحقيقة يعني أنا بشوف حلقتنا اليوم يعني موضوع يعني قسمين. القسم الأول هي كيفية الصلاة زي تفضلت في حضرتك، لأنه أحيانا للأسف بيكون أحيانا نصلي يعني حتى وهي صلاة بنصلي غلط، يعني كما وحدد إن يسوع بالإنجيل إيش هي الصلاة الصحيحة وإيش هي الصلاة لا تكونوا كالوثنيين. نعم. يا رب يا رب، مش أنا هيك بستجيب لكم، بس إنك تضلك تلح بالصلاة مش ممنهجة، مش مبرمجة، مش لها هدف، يعني في النهاية بده يكون فيها. يسوع أعطانا خرطة الطريق للصلاة اللي هي صلاة الأبانا. نعم. واللي بفكر فيها أنا دائما لما بعطي بالكاتيشيزم للأولاد التعليم بالمدى والتعليم المسيحي، بحط كلمة أبانا وبحط يمين وشمال وبحط خاتم تحت، يعني بعملها شكل هندسي. نعم. قسم أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن، كلها لا 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 لمين؟ لربنا. بعدين بصير أطلب لإلي أنا. نعم. فكيف أقدس اسم الله؟ كيف أمشي مشيئة الله؟ كيف كلهن هيك؟ بنسأل كيف كيف بنجاوبهم، بعدين بيجي بيطلعوا لهناك، وكأنها هي هيك بتفك حالها لحالها الصلاة اللي علمنا إياها يسوع. احنا كيف نمجده اولا؟ لانه الايمان بدون اعمال هو ميت. بس احنا اجمالا موضوع استجابة الله للصلاة، احنا بنحكي يا اما بيقولنا ايش ربنا بيقولنا، يا اما بيقولنا نعم، يا اما بيقولنا لا، يا اما بيقولنا استنى شوي. نعم. هل استنى شوي هي اللي حكى عنها الحكيم العظيم اللي عمل كل الحكم والامثال، سليمان الملك ابن داود، لما حكى لكل شيء تحت الشمس ميعاد، يعني كل شيء بوقته، الشمس بتطلع بوقت، بتغيب بوقت، الدنيا بتشتي بوقت، يعني هالطبيعة المتناغمة كلياتها، وكأن الله بحكي لنا طلعوا على الطبيعة مشان تمجدوا اسمي من خلال مخلوقاتي. نعم. لذلك بدك أحيانا كثير تستنى، بس ما بنقطع الأمل زي ما حكيتي حضرتك، من مواظبين على الصلاة، صلاة خاصة، صلاة جماعية بالكنيسة من خلال صلوات الأسرار الكنسية المقدسة، الأسرار السبعة بالكنيسة، يعني وكلها حلقة متكاملة.